يا مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من عالم العالمين. فعاليات مهرجان العالمين الجديده لسه مستمره، ووصلنا خلاص لشهر كامل من الفعاليات، واللي بدات في نص يوليو اللي فات ومستمره لغايه نهايه الشهر الجاري اللي احنا فيه. الاسبوع ده شهد المهرجان فعاليات كتير ومتنوعه في مختلف المجالات، والنهارده كان انطلاق سباق رالي السيارات الكهربائيه، واللي بيعد اكبر رالي في الشرق الاوسط للنوع ده من العربيات. كمان معانا بكره ومعادنا كمان مع ثلاث حفلات كبيره جدا ومهمه جدا في مهرجان العالمين، واللي هيحييها فريق مسار اجباري والنجمه الجزائريه سعاد ماسي، واللي جايه بعد غياب عن مصر، والفنان حمزه نمره. خليكم معانا في عالم العالمين عشان عندنا كواليس ومفاجآت كل يوم من مهرجان العالمين الجديده، بننقلها لحظه بلحظه. فريق العمل في كل حته في العالمين بيرقل لنا الفعاليات الجديد، الاجواء هناك عامله ازاي. فتابعونا في خلال الحلقة النهاردة عشان نشوف اللي بيحصل في عالم العالمين.